جريدة متعادلها أي فرح أستاذ عبد الحميد؟ إلى خطيه بالقليل دا يشوف. يا معوض اليوم السيل سوى بينا سوايا ما تسولف. خطيه أكيد عنده أمني يتعلم قراية ويفهمها. أستاذ عبد الحميد بأدبية تسمح لي بسؤال؟ تفضل وبلا أستاذية. لا أستاذ مو أنت رجال واصل وتقرأ وتكتب وإحنا يا دوب نعرف نكتب اسمنا يعني وأنت ما شاء الله صورك بالجرايد. راضي احنا بهذا البيت اخوة. هذا صحيح. نرجع لسؤالنا استاذ. اتفضل. سهيل. تعال قول سهيل تعال. فصل. استاذ يعني ولو يعني لا تعتبره تدخل من عندي او شيء من هالقبيل. يعني هذا اللي تكتبوه بالجريدة وصورك ومدري شنو. يعني ينطوك عليه فلوس شقد. احنا من نكتب هاي المقالات ما نفكر ناخذ وراها فلوس. لا ليش تكتبوها؟ راضي احنا نكتب هاي المقالات حتى الناس يقروها ويفهموها ويستفادوا من عندها. هذا صحيح يقروها ويفهموها كل زين بس يستفادوا منها فائده استاذ ياكلون عليها بعدين. راضي مو كل الناس تفكر مثل تفكيرك. انت ابن سوق وانت مهنا ابن من؟ راضي بلا هذا الحكي ارجوك. مو حقه؟ مو حقه من يتخبر؟ جيبي هنا بابا جيبيها خلنا الدفه. ما يدفه لو يحترق خشب البيت كله. يا ساتر يا ربي. خال انا راح اسوي شاي همي دفي وهمي والله خوش فكره. سمية حكاياتها ذهب.